والله لا هو اللي بينزل يتعشى ولا اللي هو يرد علي، ما ادري وش اسوي معه. قلت لكم اتركوه على راحته، ما حد راح يموت من الجوع، واذا جاء اكيد بياكل. بس يا غادة، العشاء جاهز وكلنا راح نقوم ناكل. يا بنت الحلال، الولد تعبان، مو بزر رافض ياكل عشان نقوم نتعشى ونخليه. اللي صار صار، وحياتنا ما راح توقف على شيء. يلا قوموا على العشاء قبل لا يبرد. ناقصني أنا مشاكل بعد، ناقصني مشاكل بالشركة، مشاكل بالبيت، والحين الأخياء يقول لي إيش طالب زرع وتأخر. يعني شنو أسوي؟ أروح ألحق المشاتل أقول لهم وين الزرع؟ عكر لي مزاجي والله. لا عاد، أنت لازم تكون متعود على هالمشاكل. زين أقول لك، أنا شايف إن الوقت تأخر ومريم لازم تنام بدري. أنت ما تدرين شو تسوي فيني الصبح عشان تقوم. صح كلامك، الوقت تأخر على مريم، بس ما توقعنا تأخر علينا. يمديك تعزمني على عشاء، وبالمرة نروح المول ونغير الأغراض دام عرفنا مقاسها وذوقها. انت لأي متى رح تضل على الحالة؟ لا بتاكل ولا بتشرب ولا بترد على حدا. والله ما بيصير اللي عم تعمله بحالك. عشو عم تعاقب حالك؟ هيدي مشيئة رب العالمين. بعدين انت زلمي مؤمن. انا وياكل ما بيصير اللي عم يعملوا بحاله. بكره بتخسر ابنك. ليش صار معي كذا؟ ليش كل الناس عندهم عيال إلا أنا؟ اللهم الاعتراض، بس كنت أتمنى يكون عندي ولد واحد بس. يا ولدي الأسئلة هذه ما تودي ولا تجيب. أنت كذا جالس تعذب روحك، وأنا عارفك قوي يا طلال.